سيد سالم امامه احمد نبيل منجا نور السيد خالد الغندور عمار حمدي رزاق سيسين خالد راكم في الصوره احمد توفيق واكرم توفيق يعني الملعب النهارده فيه اخين في اخين هنا اكرم توفيق بيلعب مع الجونه واحمد توفيق بيلعب مع الاتحاد السكندري واول مواجهه بين لاعبين ادي المحاوله انطلاقه من ناحيه اليمين جنجد جده مع نادي الاتحاد السكندري محمد ناجي جده الاصل وجده بقى يعني على دكه بدلاء نادي الاتحاد السكندري ادي محاوله كنت موجود ترجع ورا مره ثانيه ادي انطلاقه محمد نادي يلعب النهارده على حساب احمد علي كثيرين في صفوف نادي الجونه النهارده عاملهم بيلعب بخالد صبحي بدل لؤي وائل يرجع ورا الكوره لحارس المرمى محمود الغرباوي بدايه وتحضير لنادي الجونه الجونه عمرو سعداوي من ناشئين الاهلي عمرو يلعب لسيرج اكا في نص الملعب اكرم توفيق نادي الاتحاد السكندري 10 اهداف في المركز الثاني في صداره الهدافين لو افترضنا ان الاثنين اول مكرر هيبقى هو ثاني اما لو الاشخاص هيبقى ثالث شخص ادي انطلاقه من ناحيه الكلام ادي مانجا وادي حوار مع حكم اللقاء صباحي الدفعة واضحة يا مانجا ما تستاهلش كلام تحضير ناحية من قمر لكن ما توصلش لسيسي مرة تانية طويلة ضربة راس من بازوكا عملاق ما شاء الله التحاماته قوية عالية مرة تانية في نص ملعب نادي الاتحاد السكندري يا سلام يا سلام حلو الكلام سيرج اكا يا ولد يا لعيب هذا اللاعب المميز سيرج اكا ضربة مرمى النهارده اثنين مديرين فنيين اصحاب خبرات عاليه جدا مدى صدقي مع نادي الجونه وحلم طولان مع نادي الاتحاد السكندري اثنين مدربين ولكن الامر لسه حتى الان لم يظهر في سماء الجونه المباراه بتلعب على استاد الجونه حضراتكم شايفين والله ملعب كويس يعني البعض كان بيقول لك ان الطيارات الهوائيه هي مشكله هذا الملعب في اربع مباريات متتاليه بالنسبه له اتفصلت بمباراة الاهلي يعني سجل في الانتاج وادي طبعا على الجانب الاخر طبعا حسام غالي في ضغط من جده نقل نفسه ناحيه الشمال جده يلعب ناحيه اليمين لما بيروح عمار حمدي اما بيروح احمد حمدي في النص بيتنقل ويرحل اسلام عبد النعيم وبيرحل معاه كمان جده ولا عمار حمدي مع نادي الاتحاد السكندري ادي انطلاقه في ناحيه اليمين محمد نادي دايما كده لما المدير الفني بيدي حرية شوية للاعب بتلاقيه بيعمل ابداع اليمين احمد توفيق لكن تطول منه وتبقى تماس نص الملعب توصل لاحمد حمدي احمد حمدي وعمار حمدي الاثنين ناشئين النادي الاهلي تمريرة من اكرم توفيق حلوة لا ادي اكرم توفيق ركبتين في بعض مؤلمة كدمة لكن مش مؤذية امامية طويلة نور السيد حاول يستلم الكورة لكن من قدامه مانجا بيقطع يجيبها تاني احمد ياسر ريان شوف احمد ياسر ريان فين ابن طبعا النجم الكبير ياسر ريان هذا الشبل من ذاك الاسد نجم نادي المنصوره ونجم النادي الاهلي السابق اعاقه ومخالفه بدون بطاقه لاسلام عبد النعيم اسلام عبد النعيم اللي قدام حضراتكم في الصوره اسلام برضه من اللاعبين المزعجين عنده هدف في بيراميدز في الاسبوع ال 23 تحضير للمعار لنادي الجونه مع الرباعي هذه انطلاقة وتشتيت موجود من الجونة سيرج أكا عالية في نص الملعب السكندري مرة تانية محاولة المرور والاختراق والعبور أحمد توفيق يلعبها قصيرة لخالد الغندور ولكن الضغط موجود والعرقلة موجودة عرقلة شوف حماد صدقي لم يغادر المنطقة الفنية منذ بداية المباراة ده إن دل على شيء يدل على إن المباراة تعني الكثير بالنسبة له هذه محاولة المرور حلوة سيرج أكا اللاعب الإيفواري مرة تانية دور بيلعب جناح خالد الغندور في الجانب الأيمن 4-2-3-1 بيلعب نادي الاتحاد السكندري وخالد الغندور بتتحول الطريقة ل4-3-2-1 برجوع خالد الغندور لأن هو اللي بيلعب الاثنين بيلعب دور الثالث تحت راس الحربة خالد قمر مع عمار حمدي ورزاق سيسي والثالث مع نبيل مانجا ونور السيد في الحالة الدفاعية نادي الجونة ادي السيد سالم الباك الشمال احد افضل الباكات الشمال الموجودين في مصر الحقيقة السيد سالم تحضير الجزار يرجع ورا لمحمود الغمة زمالك ثم اتحاد مرة ثانية رامي التماس الحمد لله ما فيش مشكلة تحضير لنادي الجونة دخلنا في 22 دقيقة لعب تعادل سلبي ما زال قائم ثانية أكرم توفيق توفيق في نص الملعب
ادي اماميه احمد ياسر ريان، كل دي تمريرات بعرض الملعب، عايزين يفتحوا ثغرات في دفاع نادي رامي التماس لنادي الجونه. تلعب على طول رامي التماس سعداوي، يرجع ورا سعداوي والانطلاقه من الجزار، لعيب كورته كويسه، مهم قوي يكون اللاعب اللي بيلعب في المركز ده كورته كويسه. اماميه طويله، مستني الغلطه، مستني الغلطه، لكن خالد صبحي ما بيغلطش في اللقطه اللي فاتت، يجيبها مره ثانيه سيرجي اكا لاعب الجونه، وادي انطلاقه بينيه استلتيت على طول من دا سيلفا، تطلع خارج الملعب رامي التماس، رامي التماس لنادي الجونه، تلعب رامي التماس، ادي اكا سيرجي اكا، ترجع ورا للجزار. اشعر كده ان التهديدات على الفريقين مش موجوده، يعني تيجي تدور على فرصه موجوده مش موجوده. اذا الفرقتين عاملين حساب لبعض قوي، عاملين حساب لبعض زياده عن اللزوم شويه. بازوكا هيعمل فاول تكتيكي طبعا بغرض تعطيل الكوره عشان يرجع لمركزه ومكانه الطبيعي والاساسي. ضربه حره تلعب على طول سيرجي اكا، سيرجي اكا ناحيه الشمال، توصل الكوره عند سعداوي. ثلاثه من اللاعبين المميزين جدا بالمهاره تحت راس الحربة، احمد ياسر ريان اللي ما بيكذبش خبر، ياسر ريان من او احمد ياسر ريان من اللاعبين اللي شغلته يجيب اهداف كمان كده، ملوش بقى في حته صناعه اللعب وحته ان هو يبني هجمه ويعمل ينزل تحت عشان يستلم لا، هو جوه منطقه الجزاء الخطوره الحقيقيه لهذا كان مش المان. اقول لحضراتكم ليه نشوف اللعبه دي، ادي بينيه ضغط موجود، تخبط وتطلع ضربه ركنيه، ضربه ركنيه اتحادويه، يعني لسه في كلام، لسه في كلام، ولسه هنشوف احلى كلام. الجونه اعتقد هيتخلى عن بعض الحذر الدفاعي اللي كان موجود، وادي اكا لعبها اماميه ناحيه الشمال عند احمد حمدي، احش شويه ويبتدي يوصل لمنطقه الجزاء ويعمل عرضيات. ادي سعداوي ترجع تاني لعبد النعيم، سيرجي اكا يعلق واحده داخل منطقه الجزاء وضربه الراس دفاعيه، يطلع بازوكا متألق لنادي الجونه في هذا التوقيت، بينما نادي الاتحاد السكندري الامور ماشيه بالنسبه له بشكل طيب، ممكن يحافظ على الهدف مع الاعتماد على الهجمات المرتده خاصه في الست سبع دقائق المقبله، وحتى ان في المفروض ان الزاويه دي بتاعته هو اللي ماسك القريبه، يعني اعتمد عليه بعض الشيء محمود الغرباوي، لكن هذا لا يمنع تألق خالد قمر. وادي بقى لقطات من لقطات كده مشاركه خالد قمر في هذا اللقاء، اللي بالك دي نسخه بالكربون من الكوره اللي ضاعت قبل الهدف، يعني اتلعبت بنفس الطريقه، واضح ده ان دل على شيء يدل على ان دي متقاله، يدل على ان دي متحفظه من حلمي طولان. ندي برضو لكل واحد حقه. تحضير لنادي الجونه، وادي حمدي بيسدد ولكن مقطوعه، توصل لحمدي الاخر عمار حمدي، قطعت منه كوره، توصل تاني في نص الملعب لنادي الجونه. ادي احمد حمدي، نادي الاتحاد السكندري الحقيقه مقفل تقفيل نموذجي، وفي ترحيل وفي تضييق مساحات بشكل اكتر من رائع، ضغط من عمار حريان لكن ما يكملش، ترجع تاني لنص الملعب. ادي بقى ادي احمد حمدي وضغط موجود في نص الملعب، اكرم توفيق استلام مره تانية في الجنب اليمين، نادي يلعب لسيرج اكا، احمد حمدي شوف نسبه الاستحواذ وضربه حره غير مباشره. تحضير لنادي الجونه، سيرج اكا لعيب تقيل كده في نص ملعب نادي الجونه الحقيقه، سيرج اكا ده لاعب في نص ملعب نادي الجونه من نادي الاتحاد السكندري، ولا لاعب يعني لسان حال حلمي طولان ولاعبي نادي الاتحاد، يعني بيقولوا خلي بقى الشوط الثاني الشوط الاول يخلص والثلاث دقايق دول يخلصوا والشوط الثاني يبقى فيه كلام ثاني، عايزين يعدوا الفتره اللي جايه دي على خير بالنسبه لهم. ادي اماميه احمد حمدي لمسه سته، شوف حضراتكم، لكن مستحوذ على الكوره، ما زال محتفظ باستحواذه على الكوره. مره ثانيه ضغط من اكا، يا سلام يا سلام، هايل هايل هذا اللاعب، انطلاقه حلوه، يفتح الملعب ناحيه الشمال برضه ما يفقدهاش، سعداوي الاوفرلاب ما ادالوش عبد النعيم، كمل عليها لكن مش لحد ابدا، ما تلاقيش غير الغرباوي، محمود الغرباوي بدايه وتحضير، سيرجي اكا معلم كده في نص الملعب، هو بيعتمدوا عليه بشكل كبير قوي، هو تقدر تقول هو الترس الاساسي في
نادي الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي أقرها في كونجرس الفيفا الماضي. إن شاء الله هنشوفها بقى ونتابعها من كأس الأمم الإفريقية اللي جاية. يعني برضو لو لمست الكورة جوه منطقتك هيقول لنا عليك كابتن أحمد الشنان. هي الأخيرة من زمن الشوط الأول في هدف مقابل لا شيء. الشوط الثاني هنشوف الجون على يمين نبيل الأبيض والاتحاد سكن طويلة تطول وتطلع خارج الملعب رامي التماس. تلعب رامي التماس. ضغط موجود من خالد قمر يضغط قمر خطيرة ونور السيد بشماله السيد. عرضية داخل المنطقة بمنتهى الخطورة لو عدت لكن ما تعديش بضربة راس من مين بقى؟ من سيد على الانذار الاول في هذا اللقاء. مباراة كانت نظيفة جدا في شوطها الاول شفناش اي نوع من انواع الانذارات. هنشوف بقى الشوط الثاني ايه اللي هيحصل. ادي التحضير لنادي الجونة وادي تمريرة حمدي عايز ينطلق يلعب الهاني سليمان كابتن الفريق تاريخ كبير مع نادي الاتحاد أمامية طويلة قمر بيلمس الغندور عمار ولكن لو عدت لعمار حمدي كان هيبقى فيها كلام وكلام ولكن في راية وصفارة تسلل على عمار أو حسبها ضربة حرة على اللي رافع رجل. عموما كورة كانت ممكن تعمل خطورة وضغط من عمار حمدي الثنائي حمدي مع بعض هادي أحمد حمدي ويضغط عليه عمار حمدي في نص الملعب سيرجي أكا ناحية الشمال لعبد النعيم اسلام عدسه او بوشه هو اللي نزل بالاسفل ادي محاولة لنادي الجونة سعداوي عمرو سعداوي ناحية الشمال لكن قطع لسيسي اللي اتنقل يمين هاتو خد عايز يلعب مع عمار ولكن ضغط موجود يجيبها خالد صبحي ناحية الشمال هاتو خد انطلاقة من سيرجي أكا يلعبها قصيرة استلام من عبد النعيم والله ده مرة تانية صبحي صاحب القدم اليسرى صبحي بيلعب برجله الشمال عمرو سعداوي بيلعب برجله الشمال جوه منطقة الجزاء بس كان هو حاجز مكان ومسهل مأمورية المدافعين جدا لكن لما بدأ يتحرك بدأ يبقى فيه تحركات بقى ومساحات تتفضى لإسلام عبد النعيم اللي بيجي من العمق ولأحمد حمدي أو جده اللي بيجوا من الطرفين ادي انطلاقة من تماس رامي تماس من ناحية اليمين لأحمد توفيق يا ترى يا هل ترى مين هيكون صاحب رد الفعل الاول في هذا اللقاء وفي هذا الشوط وفيها كلام باك اليمين اللي كان مغطي ده يعني اعتقد كان مغطي فرق كبير جدا انذار لخالد قمر الطول بتاعها كبير هتقول لي طب ده ما ينفعش اقول لك لا ينفع لان من الى مره ثانيه محاوله للجونه استلام من سيرج وفي تدخل ضد ستة رقم كبير جدا ادي العرضية داخل المنطقة ضربة الراس يا سلام يا هاني لسه فيها كلام يا سلام يا سلام حلو الكلام ضربة مرمى تلعب طويلة مقطوعة بضربة راس لكن ترجع تاني للجونة شوف التمركز السليم من سيرج أكا يلعب الكرة ناحية اليمين حلو قوي عند جده بيدور طولة طولة يا أكرم تشتيت موجود من دفاع نادي الاتحاد توصل لعمرو سعداوي مرة تانية وادي خالد صبحي قصيرة سعداوي تاني جنبه على طول أحمد حمدي يلعبها لحمدي ضغط من توفيق يمرر الكرة لسيرج أكا المعلم شوف حضراتكم ده بقى صانع الألعاب والعقل المفكر كده النادي الجونة وادي تمريرة حلوة ويشتت بازوكا لكن تغطية موجودة هنا بقى نص ملعب والاثنين الارتكاز بتوع الجونه بدات تظهر الفوارق البدنيه بينهم وبين خالد نور السيد واحمد نبيل مانجا بس كمان يعتبر منافس مره ثانيه الزحلقه من احمد توفيق يا ولد عامل شغل كويس جدا جدا الحقيقه قادر يقفل على لاعب اسلام عبد النعيم بشكل كويس قضيه بمنتهى الخطوره بمنتهى الخطوره سعداوي حظك حلو حظك حلو يا سعداوي لو قلشت الكوره دي والغرباوي راجع ياردة واحدة بس كان اللي خطف القناص خالد قمر مرة تانية تلعب الكورة جده عالية عند اللاعب سيرجي أكا تمريرة لأحمد حمدي بينطلق بيخترق حمدي لعبها قصيرة لكن الشوط الثاني الجونة هو الأفضل عادي على طول هاتوا خد ضغط يا ولد يا ولد خلص كورته سيرجي أكا سيرجي عايز يعدي سيرجي أكا
اللاعب الافواري ولكن في تدخل موجود. رامي تماس يلعب احمد توفيق، ضربه الراس حلوه من خالد قمر، حلوه اللمسه، يا سلام يا سلام، حلو الكلام والتسديده، هوبا يا عكوز. تسديدات حماده صدقي، اسلام رشدي، يا ترى هينزل مكان مين؟ اسلام خرج، مانجا نزل، توني سيلفا لاعب غينيا بيساو صاحب ال 25 عام، يمكن توني سيلفا يعني ميوله، وينزل اسلام رشدي، اسلام بيخرج واسلام بينزل مره ثانيه لنادي الجونه. وادي التحضير، احمد حمدي بدا يظهر الاتحاد السكندري في الكادر الهجومي اكتر من الجونه شوي. منتخب غينيا بيساو لعب في الدوري الانجليزي ولكن في البريميرشيب حقيقه نورثامبتون، ولعب في بارنسلي، لعب في سيسكا صوفيا في بلغاريا. سليمان على مهله خالص، الهاني سليمان يعمل تمريره طويله دوب كده فوق الرؤوس مقطوعه من نادي الجونه، يتأول ثلاث اربع خطوات هايلين. ادي بقى ياتي دور الخبرات ويخرج احمد ياسر ريان وينزل احمد عيد عبد الملك. بتتلعب على القايم القريب، نفس الكلام اللي متدربين عليه، ادي العرضيه الركنيه ومعديه، هوبا يا ولد يا غرباوي، منتهى سرعه تمس من ناحيه الشمال. رامي تماس للجونه، عمرو سعداوي يلعب لسيرج اكا، قصيره كوره، احمد عيد عبد الملك اول لمسه، لنور السيد لعبها اماميه في مساحه لكريم الديب، كريم يعمل العرضيه الارضيه الغير مرضيه وتشتيت موجود من دفاع نادي الجونه. هنا الهجمه المرتده السريعه توصل لاحمد، احمد عيد بينطلق بيضيه لكن لمين؟ مش لحد ابدا، مقطوعه الكوره يجيبها تاني توفيق ولكن التشتيت موجود. هنا بقى كان دايما بيكون موجود في المكان ده احمد ياسر ريان، مش لاقيينه نادي الجونه. ادي على طول احمد عيد عبد الملك جنب اليمين، هاتوا خد اللي بيعملها دايما نادي الجونه، ناحيه اليمين توصل الكوره عند نادي، يرجع ورا، ادي العرضيه اكا داخل المنطقه، ضربه الراس من جد ولكن بيسدد ويسجل ويبصم ويعلم علامه مع سيد البلد ويسجل اول اهدافه هذا الموسم احمد توفيق الباك اليمين. هيلعب بارتكاز واحد اكرم توفيق. احمد الالفي بدايته كانت في نادي الشرقيه،